كثيرة كانت مستهدفة عن طريق هذه الوكالة، من بينها المرأة الماكتة بالبيت، المرأة الريفية، وفي مجال الخدماتية، وخاصة المجال الصناعة التقليدية الذي نسعى في هذا الإطار يعني في دعمه وتمويله للحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الجزائرية. كل هذه يعني خدمات يعني بصفة يعني نستطيع أن نقولها يعني عامة للتعريف بخدمات الوكالة. بالنسبة إلى الأرقام الأخيرة، ما هو عدد القروض الممنوحة تقريبا في الأشهر الأخيرة؟ والله في هذه الأشهر الأخيرة نستطيع أن نقول أن قمنا بتمويل الكثير من المشاريع، حوالي تقريبا 3000 يعني نشاط كان ممول عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. أيضا ما هي الإجراءات التحفيزية التي توفرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لدعم المقاولين على اختلاف تخصصاتهم؟ نعم، هناك يعني تحفيزات كثيرة، من بينها يتعلق الأمر بكل ما هو خاص بالخدمات الغير المالية، هي المرافقة، هي دراسة المشروع، دراسة يعني اقتصادية قبل ما يعني يبدأ في مرحلة شقه المتعلق بتمويله.